ثم يرسل الله سبحانه وتعالى مطرا من السماء لا يكن منه بيت مدر ولا وبر إلا دخله، يعني ما من بيت من شعر من صوف ومن طين إلا دخله هذا المطر، فتصبح الأرض كالزلفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالمرآة تمتلئ ماء وتغتسل الأرض. فحينها يقول الله سبحانه وتعالى أنه لم يبقى على الأرض إلا من؟ إلا المؤمنون. فحينها يقول الله سبحانه وتعالى للأرض، يقول أخرجي ثمرتك وأخرجي وبركتك، فحينها تبدو البركات. شوف كل ما الناس عصوا ربهم سبحانه وتعالى كل ما فسد الزرع وكل ما ذهبت البركات، لكن عندما يبقى المؤمنون وحدهم حينها تأتي البركات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرمانة تأكلها العصابة، يعني عدد كثير يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، قشر الرمانة يستظلون قوم جماعة يستظلون بقشر الرمانة، كم ستكون هذه؟ قال ويبارك الله في الرسل، الرسل اللبن، يبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام، اللقحة من الإبل تكفي جماعة كثيرة، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكفي هكذا. ثم بعدها يعيشون بعدها ويموت عيسى عليه السلام ويدفن حاله كحال باقي المسلمين، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة فتأخذ تحت آباطهم وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض، ما يبقى إلا شرار الخلق، فيتهارجون تهارج الحمر، وعليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم تقوم الساعة. هذه مختصرا يأجوج ماجوج. ورد في بعض الروايات كما في سنة ابن ماجه قال سيوقد المسلمون من قسي يأجوج وماجوج ومن نشابهم 7 سنين، يعني هذا عدد النشاب وعدد القسي اللي عندهم، سيوقد المسلمون منه يعني يشعلون لهم نارا يطبخون على هذه القسي اللي عندهم 7 سنين. هذا يدلك على إيش؟ يدل على كثرة العدد. إذن هذا بعض المعلومات اللي ذكرناها ما يختص بياجوج ماجوج، وللحديث بقية إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.